التعريف اللي الناس كلها بتتكلم عليه. الديجيتال ايرث، الديجيتال ايرث هو تحويل الارض من حاجه انالوج لحاجه ديجيتال، ايا كان بقى موجود على الارض، ايا كان ايا كان ايا كان سبوت هايت، اذا كانت كونتور، اذا كان ارتفاعات، اذا كان سيرفيس، اذا كان شجر، اذا كان اي حاجه، اي فيتشر موجود على الارض، اي فيتشر انا اقدر اجيبها واقدر، بس على حسب السنسور اللي موجود وعلى حسب التكنولوجي اللي انا محتاجها. انا لو فهمت التكنولوجي ممكن توفر مجهود قد ايه ليا في استخراج بيان قد يكون متخذ القرار عايزه، هيوفر مجهود كبير جدا. بدايه في اي مشروع لو انا جبت الديجيتال اليفيشن موديل وانا ببني مدينه جديده، مدينه جديده هعرف الاسلوب فين، وهعرف ابني العماره دي ازاي، وهعرف احط دي ازاي، عشان ما يجيش بعد كده يحصل عندي شرخ مثلا في حاجه في ما، لو انا باني على اسلوب ولا باني على حاجه فيها درينج مثلا. ناسنا اللي موجودين في اسوان اللي هم بدوادي، ناس بتطلع على سفوح الجبل وتبدا يحصل لها ستريتشنج للناس، طب الناس دي البنى بتاعها طريقته والطريقه الاستراكشر بتاعها عندنا، ما هو الناس دي على لاند سلايد، طب اللاند سلايد ده حركته ماشيه ازاي؟ طب هو هيقع الناس دي ازاي؟ طب امتى؟ طب المطر بيحوش في وادي مثلا هناك بيحوش ويجي، ما هو ده كلها كوارث. هي دي الاقتصاد، ازاي انا اوفر ان انا ما اصرفش اكتر على اللي انا عامله. لو انا قدرت من الاول وانا بعمل اي بروجكت جديد ايا كان نوع البروجكت ايا كان، جيو انفورميشن دلوقتي بقت مخترقه كل البيانات. محمد الرئيس لما بيروح على اي مشروع دلوقتي، اي مهندس واقف على اي بروجكت بتلاقي معاه صوره ساتلايت شغال عليها، يحط وحط الطريق وهو طلع فين وهيمشي ازاي. لا، هي اخترقت دلوقتي، اصبح اي حد عايز يقنن المبنى مكتوب خط تحت، او تجيب بيان استشعار عن بعد. بيان استشعار عن بعد، اذا الريموت سنسنج اصبح موجود في القوانين اللي بتنصها الدوله. هو ده الاقتصاد، هي دي النقط. بس احنا بقى ازاي نقدر نوصف مشكلتنا عشان احنا نقدر نحط لها سنسور على ساتلايت يقدر يجيبها، او نوفر من منظومات كتير جدا موجوده ديتا حدث ولا حرج. ديتا بقت كتير جدا دلوقتي، الناس بتدور ازاي تعمل تكنيكاليتي تطلع منها فاليو، لان الديتا بقت موجوده. كان زمان كنا بنتعب، ما كانش عندنا الا غير مثلا لاند سير مثلا، يعني ما كانش عندنا الا احنا بدانا نستقبل سبوت فور وعرفنا منه الستيريوسكوبيك شكله ازاي. دي معنى ديجيتال اليفيشن برضه. طبعا انا هاخد 5 مينت برزنتيشن او سيشن في الاخر، هنشوف الحاجات دي حبه حاجات ريال كده، شويه صور ريال وستيريوسكوبيك، بس بتجد بعض مشاكل. يعني مثلا موضوع العشوائيات، ومشكله كان في طريق اسمه طريق الرشاح مثلا، دخلنا احنا فيه عشان نقيس الاسلوب اللي موجود فيه عشان خاطر العشش دي كلها اللي هتتشال، والطريق اللي هيتحط بعد منه، المكان ده هيتعمل فيه كوبري ولا هيتعمل فيه نفق؟ ما هو انا لو ما عرفتش الاليفيشن مش هعرف. طب انا لو 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 الاليفيشن كمان من الستلايت مش قادر يعمل او يحقق دي، لا، في اجهزه ثانيه كتير ارضيه ممكن تعلم الاليفيشن بتاع صوره الستلايت، ممكن نستفاد منها. التفسير، ديجيتال اليفيشن موديل هو اللي بيجدد زي ما حضرتك قلتي ديجيتال ترين زائد الديجيتال سيرفيس. ديجيتال سيرفيس اي شيء موجود على الارض ولكن ليه طرق مختلفه في تصويره. يعني هي التكنيكاليتي بتاعت الساتلايت هي اللي بتقدر يعني توصف الدي اس ام. دلوقتي كان زمان موجود عندنا ستيريوسكوبيك، صوره من يمين وصوره من شمال، وكان بيصورهم سبوت فور. ده البدايه، الناس بدات بالستيريوسكوبيك بهذا الشكل، هذا ساتلايت بدا يتطور، بدل ما هو ياخد من تو اوربت، جه النهارده اخد صوره، جه بقى بعدها بيومين على الاوربت الثاني اخد صوره بزاويه مختلفه. لا، صنع ساتلايت جديد يبدا يستخدم فورورد وباك، بدل ما هو يشتغل على اوربتين مختلفين. انا كواحد ساينتست وواحد بحلل البيانات هتعب، لان دي فيتشر اختلفت لو هي فيها اختلاف عن 3 ايام او 4 ايام تصويت ما بين التو ساتلايت دي، فدي بتبقى مشكله. لكن الستلايت سبوت 5 حقق المشكله دي وحلها، ان هو يشتغل فورورد وباك، ان هو يجيبها في نفس الاوربت اللي ماشي فيه يقدر يجيبها فورورد، وبعد ما يمشي ياخد باك، يبقى اخذ نفس الصوره، ولكن ما زالت الصوره هي اتجاهين فقط لا غير. طب انا عايز اجيب
دي اس ام عشان يجيب التكتشر او الكيرفتشر بتاع الفيتشر اللي موجوده. حققوا وحطوا 3 ستيريو. 3 ستيريو موجود في بلادس، موجود في وورلد فيو 3، موجود دلوقتي في نيو، ونيو كمان يعني بريزوليوشن 30، لا موجود في كذا ستلايت. التكنولوجيا دي اللي انا اقدر احقق منها الديجيتال سيرفيس. في فري سورسز داتا موجوده وليها لينك كتيره جدا، دي داتا كلها فري، 30 متر و90 متر على قد الهدف. زي مثلا انا لو هاجي اشتغل على شرق القاهره، لما جيت اشتغلت على شرق القاهره، شرق القاهره لازم اخدها جلوبالي، لازم اخد شرق القاهره كلها من السويس وانزل بيها لغايه العبور والف الحته دي كلها بديجيتال انيفيشن موديل، لغايه ما اجي للموديل واخد ديجيتال انيفيشن موديل بريزوليوشن اعلى، لغايه ما اجي للحتت اللي فيها منخفضات ومنكسرات واسلوب عالي وانزل باجهزه مساحيه. من كبير لغايه ما اوصل للمشكله الاساسيه اللي انا هقدر احط سوليوشن فيها. كده انا وفرت مجهود كبير جدا، انا عرفت الميه كلها هتعبي هتجيب فين في شارع القاهره؟ هتودي فين؟ اول نقطه كانت الناس بتشتغل عليها زمان يعملوا الديجيتايزنج، وده كان في مشروع انا اشتغلت فيه في اليونسكو. وبالطرق العاديه هي على حسب الصوره اللي احنا بنجيبها من المساحه، لو كانت الصوره بسكين 25,000 او 250,000 واتيفر يعني موجود عليها، بنبدا نعلي بيها الريزوليوشن ونعمل لها انتربوليشن لغايه ما بنحقق منها الديجيتال اليفيشن موديل. دي الطرق المعتاده القديمه. الديفرنشال جي بي اس، اما اعمل جريد واشتغل عليها واطلع بالديجيتال ديفرنشال جي بي اس. والديفرنشال جي بي اس يعني ده كان يعني ده موضوع شاق جدا، وده ما حققتوش انا الا غير في حاله واحده بس، ان انا رايح اقنن وضعي اليد، ان انا لازم انزل بجهاز في الحاله دي، لان الريزوليوشن عالي جدا، قد تكون المزرعه بتوصل عندي 5 فدان، عايز اشوف الكيرفتشر اللي كان موجود على الارض، بدل التنويه على ان الناس دي كانت زرعه من سنه 97، والناس بدات تقول لا انا زرع من 97 بس خدت الارض دي متبهدله، مين اللي هيجيب الحدث ده؟ كان ساعتها شكله ازاي؟ ان الارض دي كانت فيها كيرف ولا ما كانش فيها كيرف؟ هي كانت كويسه، هي كانت مستويه، مين اللي هيجيب الحدث ده؟ الا غير الصوره اللي كانت متاخده في نفس التوقيت. وده كان موضوع احنا وقفنا فيه. وطبعا الار تي كي طبعا حقق دي، بس بيحققها يعني بياخد ايفورت كبير جدا. انا عشان اخد مثلا منطقه في غرب المنيا خدت مني مثلا شهر شغل، مع ان صوره القمر الصناعي انا لو رحت جبتها بريزوليوشن عالي مثلا سي 30 سنتي، لا هتوفر عليها مجهود كبير جدا، قد تصل لاسبوع عمل. طبعا الجي بي اس ليه كذا تكنيك بيشتغل بيهم، انا طبعا مش هدخل فيهم، اساتذتنا بتوع المساحه عارفينهم. الاكتف والباسيف ساتلايت، عندنا نوعين من الديجيتال اليفيشن موديل ممكن اقدر احققها. الباسيف ساتلايت اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو بدايه من سبوت 4 وسبوت 7 وسبوت 5 وسبوت 6 وبلايادس، ودي مجموعه اقمار بتعتمد على الريفليكشن اللي طالع من الارض بسطوع الشمس على الارض، بيحصل ريفليكشن فالفيتشر بتقدر السنسور يقدر يريكورد ويقدر يرسم الفيتشر تحت شكلها ازاي. الاكتف ليه شكلين، يا اما يبعت بالسات سنسيتك ابريتشر ريدر او باللايت، والاثنين محسوبين لان ليها سرعه الضوء زي ما الدكتوره شرحتها، ان هو على حسب سرعه الضوء وعلى حسب البيز لاين اللي كان ما بين الستلايت كان موجود في الوقت ده عند اوربت كام ومكانه، وما بين اللقطه الثانيه اللي هياخدها بيبدا يحسب النقطه ويطلع منها الارتفاع بتاعها عن طريق الريفليكشن اللي راجع من البيم لو هو اكتف، او ستيريوسكوبيك او تري ستيريو لو كان باسيف. الاستيريوسكوبيك ديتا هو بياخدها من زاويتين مختلفتين، التري ستيريو لازم ياخد فورورد وباكورد، وفي واحده في النص هيقدر يحقق منهم 3 ديم، الثلاثه ديم دول اللي هيقدر يطلع منهم الدي اس ال. في اقمار كتير جدا بتحقق التري ستيريو، وفي اقمار ما بتحققش.
عشان كده بقول لما انت تيجي تطلب الداتا لازم تعرف مين هيحقق بريزوليوشن كامل اللي هيقدر يحقق او يحل المشكله اللي انا جاي بعرضها. في طرق في طرق كتير جدا من التصوير. زي مثلا از سيم سايد، لو انا رحت جبت صورتين واز سيم سايد المبنى هيطلع مايل لان الجنب التاني الشادو بتاعه مش باين، فلازم الزاويه بتاعه التصوير في الاستيريوسكوبك لازم تبقى الى حد ما متساويه. دي الستلات اللي بتحقق الاستيريوسكوبك او التري ستيريو. كان الاول بنعتمد في الاستيريوسكوبك على الميتا ديتا اللي بتيجي من الستلات. لما الريزوليوشن وصلنا للسب ميتر اصبح في مشكله كبيره جدا، ان هو عشان يجي يرفع المبنى في الدي اس ام اصبح دلوقتي الريزوليوشن بتاعه عالي، طب هيجيبه ازاي؟ فشغل الستار سنسور، الستار سنسور اللي موجود على الستلايت ياخد كل 7.5 كل 7.5 كيلو اللي هو كل ثانيه ياخد نافيجيشن بوينت وسماها الار بي سي فايل. الار بي سي فايل بينزل مع الستلايت بيتا. لما انا باجي ابيلد باخد الجي بي اس بوينت دي ببيلد بيها فبلاقي المبنى مجسم والحاجه مظبوطه لان هو اصلا جايبها من نافيجيشن ستلايت. دي طرق التحليل للستيريوسكوبك داتا. دي تري ستيريو. تري ستيريو ممكن احقق بيها الدم وممكن احقق بيها الدي اس ام. لو خدت التو بير الباك والفورورد انا هحقق بيه ستيريو. لو خدت الباك مع ادنى دير وادنى دير مع الباك مع الفورورد والفورورد مع الباك هقدر ابيلد دي اس ام. طب الناس بتفكر دلوقتي كمان از تكنولوجي ان هي تفكر ان هو انا عندي واحده باك واحده فورورد واحده اتنا دي اصبح عندي في تو دايركشن مش موجودين. فبيفكروا في التكنولوجي ان هو يصنع سنسور دلوقتي ان هو يصور التو دايركشن او يمشيها وزن اربت او وزن اوربت، ان في الاوربت اللي بعده ياخد اللقطه اليمين واللقطه الشمال عشان يبقى عنده خمسه. فهم نزلوا منها سامبل شغالين عليها دلوقتي عشان يقدر يحقق يشوف هل هينفع ولا مش هينفع زي ما عملوها في سبوت 4 وحققوا بيها في سبوت 5. ده ديجيتال اليفيشن موديل طالع من بلادس الواحد متر النص متر سوري. طلعنا منه ديجيتال اليفيشن موديل نص متر، وده من احدى التايلد او التصويرات اللي استخدمت في شرق القاهره. ده جاي من بلادس، ده حقق ريزوليوشن في الاليفيشن 1 متر. دي منطقه في الساحل الشمالي، دي بعض الاكزامبلز والبروسيس اللي تمت عليها. دي منطقه ناحيه الساحل الشمالي كان فيها ديفلوبمنت وده برايفت، كان برايفت تبع شركه يعني وكنا بننفذه لها. ده طالع من 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 سبوت 7 متر. دي انا هوريك يعني انا عايز اوصل برضو الفرق ما بين ال 90 وما بين ال 30 وما بين ال 1 متر وما بين النص متر في الريزوليوشن هو وبيحققه هنا. لان ده اللي بيخليك لما تيجي تطلب ديتا عشان تعمل دم هو هيجيب لي ايه من البكسل سايز اللي موجود. لان انا لما اوصل ل 1 متر معناها كل اللي موجود في ال 1 متر هياخد اليفيشن واحد. 30 متر اذا كل اللي في ال 30 متر هياخد اليفيشن واحد. طب انا شغال مثلا لو انا شغال في الطريق الغربي وببلد طريق اللي هو من اسوان اللي هو القطر السريع. اول ما هبدا بايه؟ لازم ابدا بليفل عالي اللي هو ال 90 لان انا هشتغل على منطقه كبيره. واشوف المناطق اللي فيها السلوب العالي ابدا اجيب لها الريزوليوشن اللي يقدر يفت البروبلم دي. دي كانت في الساحل الشمالي وكان اكتر حاجه كانت فاتت معانا اللي هو ال 2 متر. ده ديجيتال اليفيشن موديل اللي احنا بنطلعه من 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 استر. ودي كيس كنا قسنا فيها الاكيورسي بتاعت بلايادس بتاعت وورلد فيو 3 وطلع الاكيورسي بتاعنا لما خدنا 43 نقطه جي سي بي طلع 29 سم، لما خدنا 50 نقطة طلع 31 سم. وورلد فيو 3 12 سم
لما خدنا 22 نقطة و50 نقطة طلع 13 سنتي. صار ولا يدور اتجاه العالم كله على السار ولا يدور. السار عنده مشكله كبيره جدا ان لازم اللي يشتغل فيه يكون عنده نولج في الماثيماتكس، لان هو يميل الى الماثيماتكس اكتر. ازاي تحسب البيز لاين؟ امتى انا اجيب بيز لاين كبير؟ طب البيز لاين الصغير بيحقق ايه والبيز لاين الكبير بيحقق؟ البيز لاين الكبير بيحقق اعلى توبوجرافيك والبيز لاين الصغير بيحقق اعلى ديسبليسمنت. الناس بدات تستخدم التكنولوجي بتاعت السار في فيلد كبيره جدا. اخر فيلد الناس مهتمه بيه دراسه نبات المنجروف. نبات المنجروف مهم جدا انك انت تتراكم، فالناس شغاله عليه بالسار. دول اتنين تكنولوجي مقتحمين مجال الديجيتال انوفيشن موديل. ده البروسيسنج بتاع الستيريو سوري السار داتا، ده عندكم على الاردس ايماجن. دي في كود الداتا بعد ما عملنا لها الشيدت، وده الكونتور لاين اللي طلعناه منها. دي منطقه ناحيه السويس بعد ما حطينا عليها الار جي بي وعملنا عليها دراب. انت ممكن تاخد الار جي بي مع ديجيتال انيفيشن موديل وتحطهم فوق بعض وتعمل دراب بهذا الشكل. دي كيسز اتعملت على منجم السكري، دي ورقه بحثيه انا ناشرها في 2020 على استخدام السنتينل 1 از سار داتا، وازاي نقدر نطلع منها الفوليوم تشينج في منجم السكري، كميه القطع اللي في الجبل، وكميه القطع ده بياخدوه بيرموه جوه البحيره عشان يقدر يطلع منها التبر بتاع الذهب. فكنا لازم ندرس الكميات اللي بتتقطع من الجبل قد ايه. عملنا فيلد تريب للمكان، وده الديجيتال انيفيشن موديل فوق السنتينل 2 ار جي بي داتا هي ومحطوطه عليه، ودي الاوتبوت اللي احنا طلعناها في الاخر، وده الفيز انترفرومتري. فيز انترفرومتري ده ما هي دي الحته الماثيماتكس اللي احنا بنتكلم عليها. الويف هي ونازله في الارض بيحصل لها فليبنج على حسب السيرفيس اللي موجوده، والسيرفيس اللي موجوده دي ممكن قد تكون حاجات كراودد فبيحصل فيها دبل باوند. دبل باوند بيخبط في تارجت وتارجت تاني وبعد كده يرد للاستغلال. فلازم انا ازيل كل العوائق اللي حصلت في الداتا دي عن طريق الفيز هرمتري. دي كيس تانية بالطيارة مصورينها لايدار، مصورين منطقة مغادة بجهاز اللايدار اللي راكب على طيارة الهيئة عندنا. ودي المنطقة صورناها سنة 2015، هي عبارة عن 7 باصص طيران، كانت عبارة عن كلاود بوينت زائد ار جي بي راكبة على الطيارة. الار جي بي بتوصلنا لغاية 20 سنتي. ده الدي اس ام للمنطقه اللي بنقدر نطلعه من البوينت كلاود بعد ما نعمل له عمليه الفلترنج، وده ال 3 دي بالتكتشر اللي محطوط على السوفت وير. ودي حته ساينس يا دكتوره الناس شغاله فيها، ازاي تحط التكتشر المصري على ال 3 دي موديل، لان كل التكتشر اللي موجود هو يعني الناس قعدت رسمته بحيث حضرتك تحط البوينت كلاود اول ما تيجي تحطيها هيترسم الشكل اللي هو محطوط از تكتشر في السوفت وير. بنبدا نقيس منها الارتفاعات بتاعه المباني، ودي كانت في منطقه ملاو، ده كيسز حقيقيه احنا اشتغلنا عليها مع جهه اخرى ان احنا بننفذ لهم التعديات في الارتفاعات على منطقه مفاتا. وده ورقه بحثيه اشتغلنا عليها استخدام الديب ليرنينج او الماسك ار سي ان ان في تحديد الروفي الاستراكشر الاستراكتد وانستراكتد، المباني اللي هي منظمه والمباني الغير منظمه في الدنس اريا. ودي ورقه بحثيه منشوره في الاي تريبل. ده مشروع تم على منطقه بالعاشر، وده بالتراستيريا لايدار. انا ممكن برضو اجيب الارتفاعات بالتراستيريا لايدار الارضي واعمل دي تي ام
وعملنا موديل اللي هو الاربن ديجيتال ترين موديل. الاربن ديجيتال ترين موديل جاب الارتفاعات بتاعه المباني اللي موجوده في المنطقه، وكمان في ميزه اكبر، الار جي بي اللي كانت موجوده مع الجهاز قدرت تحط الاستراكشر على الارتفاعات بتاعه المباني، فاصبح عندي ارتفاعات المباني اللي موجوده في المنطقه كلها از ديجيتال، اي عماره انا عندي ارتفاعها. دي منطقة مشروع ممول برضو خارجي، دراسة النحر والترسيب والتغيرات المناخية في الساحل الشمالي، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا في مناطق معينة بيحصل فيها نحر شديد ومناطق تانية بيحصل فيها ترسيب. عشان أدرس العوامل دي كلها كان لازم من استخدام الديجيتال إليفيشن موديل عشان أعرف الارتفاعات من أول حرف المية لغاية ما بطلع. لا ده احنا كمان اشتغلنا على البيزمنت، انا لازم اجيب ديجيتال اليفيشن موديل للبيزمنت كمان اللي موجود عند حرف الميه، لان اتضح ان الارض نازله لتحت قاعده تزق نفسها لتحت، فدي ظاهره غريبه، واللي بيتقطع من 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 من, من اللي موجود في تحت ده هو اللي بيروح يترصف في اماكن ثانيه، فدي ظاهره اشتغلنا عليها واشتغلنا بالديجيتال اليفيشن موديل فيها عشان نعرف الروكس اللي موجوده دي صخور متعريه اللي هي بدايه النحر. الصخور دي معناها ان المنطقه دي لما هنتركها بعد 6 شهور، احنا طبعا قعدنا عملنا تراك من سنه 2018 حتى شهر 11 2021 بكل الافيلابيلتي ديتا من اول منظومه بلانت لغايه ما وصلنا لنيو بلانت. نيو بلادس 30 سم، جبنا 30 سم من المنطقه دي عشان اعرف السبب، لان السبب ده عليه الكوستال كله، في نحر وفي ترسيب. ده موديل ملاوي 3 دي موديل ليها. دي البوينت كلاود على ال 3 دي موديل. مشكلة البيانات دي محتاجة أجهزة عالية جدا، بوينت كلاود دي عشان بتقوم على جهاز يعني صعب، زائد سوفت وير، وعشان برضه السوفت وير ليميتيشن، احنا عشان نطلع من السوفت وير ده اشتغلنا بالاوبن سورس، اشتغلنا على بايثون، عملنا الديب ليرنينج. بقى في الاير بورن موجود وراكب عليها جهاز الليدار، نقدر نحقق بيه واسرع كمان، اسرع في التحقيق.